تدريسية شيرين رضا عسول، جامعة ضابي، كلية العلوم، قسم الكيمياء. محاضرتنا لهذا اليوم كاربوكسيليك أسيد. الصيغة العامة للحوامض الكاربوكسيلية كما موضح أمامنا R C double bond O OH. المجموعة الفعالة لها تتلخص C double bond O OH. للحوامض الكاربوكسيلية هناك عدة مشتقات كما موضح في المخطط أمامنا. أحد هذه المشتقات عند استبدال الـ OH بالهالوجينات أو بالكلور يسمى أسيد كلورايد. أما عندما تصبح المجموعة OR يسمى بصنف الإستر، وعند استبدالها بمجموعة NH2 يصبح من الأمايدات. أما عند ارتباط اثنين من الحوامض الكاربوكسيلية مع سحب جزيئة ماء يعطينا المشتق الأنهايدرايد. هذه هي مشتقات الحوامض الكاربوكسيلية. أما عن تسمية الحوامض الكاربوكسيلية فالتسمية البسيطة لها هو أخذ السلسلة للألكان المقابل بحذف المقطع E وإضافة المقطع أويك أسيد كما موضح في الأمثلة أمامنا. مثلا عندما نقول بروبان 3 ذرات كربون، بروبان يحذف الحرف E وعند وجود المجموعة الفعالة double bond O OH يصبح أويك أسيد فيصبح بروبانويك أسيد. في المثال الآخر نلاحظ 5 ذرات كربون بمعنى بنتان، ووجود في الفرع رقم 4 يوجد مثل. الترقيم هنا يبدأ من المجموعة الفعالة أي الكربوني للحامض الكربوكسيلي تأخذ الرقم 1، خلاف ما كان بالألكانات كان الترقيم بحيث الفرع يأخذ أقل رقم، لكن وجود المجموعة الفعالة هنا يبدأ الترقيم منها. إذن بروبان وبالموقع 4 مثل 4 مثل بنتانويك أسيد بحذف المقطع E وإضافة أويك أسيد، وكذلك المثال الآخر. كما هو معروف يوجد هناك مركبات أليفاتية وأروماتية، فالحوامض الكربوكسيلية مثلما هو موجود الحوامض الكربوكسيلية الأليفاتية توجد الأروماتية. عن تسمية الأروماتية، متى يسمى حامض كربوكسيلي أروماتي؟ عندما ترتبط المجموعة الفعالة C double bond OOH ارتباط مباشر بحلقة البنزين، وهنا تأخذ تسمية بنزويك أسيد أي التسمية العامة للحوامض الكربوكسيلية الأروماتية تحت عنوان بنزويك أسيد. بعض الصفات العامة Structure and Properties of Carboxylic Acid أي عن Structure صيغة التركيبية وصفات الكربوكسيليك أسيد. تهجين ذرة الكربون به sp2. فيوجد في الكربوكسيليك أسيد نوعين من الأواصر المفردة والمزدوجة، كربون كربون وأيضا كربون دبل بوند O. أيضا الكربوكسيليك أسيد يحتوي على عصرة هيدروجينية ومن خلالها يمكن أن يعمل دايما. أيضا بسبب هذه الآصرة الهيدروجينية القوية strong hydrogen bonding يحدث أنه يحتوي على درجات غليان عالية higher boiling point مقارنة بالكحول. لماذا تمت المقارنة هنا الحامض الكربوكسيلي مع الكحول؟ الكحولات الصيغة العامة لها كما هو معروف ROH أي تحتوي أيضا على مجموعة هيدروكسيل، لكن نلاحظ الR ترتبط مباشرة بOH. اختلافها عن الحوامض الكربوكسيلية أيضا تحتوي في صيغتها العامة كما ذكرنا في بداية المحاضرة على OH، لكن مرتبطة بمجموعة كربون. نتناول أيضا التحلل أو التفكك للكربوكسيليك أسيد. يحتوي على بروتون دونر أي بإمكانه منح هذا البروتون. فنلاحظ عندما يتفاعل في وسط قاعدي يكون ملح الحامض الكربوكسيل. نلاحظ
لاحظ بالملاحظه هنا كاربوكسيليك اسيد with more than 6 carbon، اي الحموض الكربوكسيليه التي تزداد عدد ذرات الكربون فيها عن 6 سوف تصبح ذوبانيتها في الماء قليله الى منعدمه. حتى نزيد هذه الذوبانيه نحولها الى ملح الحامض الكربوكسيلي كما هو موضح في المعادله امامنا. اما عن مقارنه الحامضيه، كما هو معروف عن تعريف الحامض هي الماده التي لها القابليه على منح بروتون. ايضا نلاحظ مقارنه الحامضيه ما بين الكحول والحامض الكربوكسيلي، الاثنان حوامض، لكن ايهما اعلى حامضيه؟ كما ذكرنا سابقا لماذا يتم المقارنة بين الحامض الكربوكسيلي والكحول، ذكرنا من خلال الصيغة العامة أنه الكحول يحتوي على المجموعة الفعالة OH والحامض الكربوكسيلي أيضا يحتوي على OH، لكن الفرق OH الكحول ترتبط مباشرة بذرة كربون، بينما OH الحامض الكربوكسيلي ترتبط بمجموعة كربونية. ما هو تأثير هذا الارتباط؟ عند التحلل المائي كما نلاحظ في المعادلة أمامنا، عند التحلل المائي للكحول يتكون لدينا أيون الإيثوكسايد عندما نستخدم الإيثانول، وبصورة عامة يسمى الكوكسايد نسبة إلى الكحول. عند التحلل المائي له بصيغة عامة يتكون الكوكسايد أيون، بينما في الحامض الكربوكسيلي كما نلاحظ يتكون حالة رنين للأيون المتكون، أي حالتين كما نلاحظ هنا من المعادلة الواضحة، ديلوكالايز تشارج يصبح هناك عدم تمركز للشحنة، وعدم التمركز هذا يؤدي إلى زيادة الحامضية، وعليه أصبح الحامض الكربوكسيلي أعلى حامضية من الكحول. هناك نلاحظ في هذا الجدول المعروض أمامنا، هناك بعض العوامل التي تؤثر في زيادة ونقصان الحامضية. نلاحظ من الجدول من الأسفل إلى الأعلى، يبدأ بويكر أسيد وصعودا للوصول إلى السترونج أسيد. نلاحظ آخر جدول هو الإيثانول أي الكحول، وكما ذكرنا أنه الكحولات هي أقل حامضية من الحامض الكربوكسيلي. يتبعها حامض كربوكسيلي بثلاث ذرات كربون بروبانويك أسيد، أعلى منه حامضية بذرتين كربون أي الإيثانويك أسيد. من هذا يتضح أنه كلما قلت عدد ذرات كربون الآر تزداد الحامضية. إذن الكحول أقل حامضية من الحامض الكربوكسيلي، الحامض الكربوكسيلي كلما قلت عدد ذرات كربونه ازدادت الحامضية. نلاحظ وجود آصرة مزدوجة في مجموعة آر المرتبطة بالحامض الكربوكسيلي يزيد الحامضية. من هذا إذن آر إذا كانت عبارة عن الكين مرتبط بالحامض الكربوكسيلي سوف تزداد الحامضية، وهذا بسبب كما ذكرنا قبل قليل بسبب عدم تمركز الشحنة وزيادة حالة الرنين الديلوكالايز. أعلاه هنا البنزويك أسيد أي حامض كربوكسيلي أروماتي، ازدادت هنا الحامضية أيضا. من هذا نصل إلى ملاحظة أنه الحوامض الكربوكسيلية الأروماتية تكون أعلى حامضية من الألفاتية، وأيضا السبب يعود إلى نفس السبب وهو حالة الرنين والديلوكالايز. بينما هنا نلاحظ حامض كربوكسيلي ألفاتي، ولكن لماذا أصبح أعلى حامضية من البنزويك أسيد؟ بسبب أنه يحتوي إضافة إلى مجموعة الكربوكسيل من الطرف الآخر يحتوي على مجموعة هيدروكسيل، وهذا يعني هنا الإلكترونيجاتيفيتي للأكسجين تحتوي على مزدوجات إلكترونية أيضا سوف تزيد من الحامضية. أعلى منهم هو الحامض المحتوي على H هنا بسبب
ان تعريف الحامض بشكل عام هي الماده التي لها القابليه على منح البروتون، وهنا اتش بسهوله يمكن منحها. اعلى منهم هو عندما يكون الحامض الكربوكسيلي معوض بمجموعه ساحبه، وكما نلاحظ هنا الهالوجينات هي من المجاميع الساحبه. اذا بتسلسل الجدول نلاحظ هناك بعض العوامل التي ادت الى زياده الحامضيه، كما تم شرحها، والسهم هنا يوضح زيادتها من الاقل نحو الاعلى. هنا نلاحظ مقارنه ما بين الكحول كما ذكرنا ROH الصيغه العامه له، وهنا كحول الايثانول، اعلى منه حامضيه الفينول. هذا الصنف كما مر علينا سابقا انه ارتباط مجموعه الاو اتش ارتباط مباشر بحلقه اروماتيه تسمى الفينولات، وعليه نلاحظ انه الكحولات حامضيه ولكنها اقل من الفينولات، والفينولات اقل من الحامض الكربوكسيلي. هذه هي الصيغه العامه للحامض الكربوكسيلي، واعلى منهم هو حامض ال HCl بسبب التفكك التام لهذا الحامض لانه حامض قوي. الى هنا ناتي الى نهايه محاضرتنا لهذا اليوم، وان شاء الله في الاسبوع المقبل نتحدث عن مشتقات الحوامض الكربوكسيليه. شكرا جزيلا.